наши рестораны. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا ومشاهدينا متابعي ابو كبير ميديا في كل مكان، برحب بحضراتكم في لايف وبث مباشر معاكم محمد شلتوت. كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة يا رب، وطبعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك. زي ما حضراتكم شايفين هنا متواجدين من سوق الجمعة في السيدة عائشة عند ملك النعام وملك لحم النعام كريم الجبلاوي. زي ما حضراتكم شايفين يعني ملك لحمة النعام هنا في سوق الجمعة زي ما حضراتكم شايفين، وادي قدامكم فخدة النعام، عنده كل حاجة تخص النعام كلحمة وك يعني رجلين النعام ورأس النعام وجناح النعام وكل حاجة تخص النعام. فنعرف التفاصيل النهاردة ان شاء الله منه، وهيحكي لنا ايه اللي عنده النهاردة، وكمان هنعرف اسعار لحمة النعام النهاردة ان شاء الله. فابو كبير ميديا، عم كريم عامل ايه؟ الله يكرمك، كل سنة وانت طيب. وانت طيب يا حبيبي، الحلويات اللي موجودة دي ربنا يبارك فيك. كده عم كريم كده بنشفي الفخدة ان شاء الله. اللهم صل على النبي، دي فخدة النعام، دي فخدة نعامة ان شاء الله. ما شاء الله، وزنها قد ايه ده يا كريم؟ هي النعامة وزنها كان 120 كيلو. 120 كيلو، اه. الفخدة دي فيها حوالي مثلا نقول 25 ولا حاجة، فيها حوالي 25 كيلو. اه ان شاء الله. يعني دايما بنلاقي ان لحم النعام معظمه احمر، يعني مش بيبقى فيه دهون كتير. لا هو لحم النعام احمر على طول عامة يعني. اه كله احمر. اه ما شاء الله. اه ما شاء الله. كم الكيلو يا معلم؟ 400 يا حبيبي. 400. الكيلو ب 400 النهارده يا عم كريم؟ كيلو ب 400، ماشي يا حبيبي. طب سمعنا يا عم كريم ان انت بتبيع النعام، يعني ممكن واحد ياخد نعامه على بعضها، ده موجود فعلا؟ كل حاجه متاحه. بكام بقى كواحد مثلا ياخد دي نعامه؟ بتبدا معاك من 6000 جنيه لحد 12 و15000 جنيه. والله كل نعامه على حسب الحجم بتاعها ان شاء الله. ان في ناس كتيره فاكره ان اسعار لحمه النعام يعني اكبر من كده بكتير بقى، او بيسموها كده اكله الاغنياء، ولكن هي موجوده عادي عندك النعام سعر اللحمه العاديه يعني. نعام ما شاء الله انتشر في مصر بطريقه كبيره. اه ايه السبب؟ السبب ان ثقافه النعام انتشرت، الناس بدات الوعي بيختلف والفكر بيختلف، الناس بدات تربي النعام. نعم. الناس بدات تربي النعام، تمام؟ وانتشر في مصر بطريقه كبيره يعني. انتشر، اه انتشر في مصر الحال الفتره اللي فاتت دي بشكل كبير. تمام. نعم. فربنا يا رب يوسع جميع يا رب العالمين. موجوده عندك النهارده غير اللحمه، دي ايه دي؟ دي قوانص ولا دي لحمه؟ القوانص هنا اهي. لا دي قوانص، دي قوانص، دي قوانص النعام متقطعه. اه تمام. طبعا الناس بتحب القوانص، فبنحاول نقل كل القوانص ده طبيعي. اه كل مثلا كيلو بنطلع منه قطعه بحيث ان كله يدوق يعني. اه بكام بقى؟ كام يعني؟ بنفس سعر اللحميه. ايه 400؟ اه ان شاء الله. في عندي كتاكيت نعام. كتاكيت؟ اه شفناها. ده بكام الكتكوت يا عم؟ كتكوت ب 4000 ونص وعمره 120 يوم، اربع شهور. 4000 ونص عمره 120 يوم. اربع شهور. اه اربع شهور. اه ان شاء الله. ودي بقى دي الهيكل ده ولا ايه ده؟ دي الريش النعام، القفص الصدري بتاعها. الريش بتتباع لوحدها؟ بتتباع جميله في الشاويه. اه الناس اللي هي الاكيلت بقى اللي هو شغل الضاني والماعز والحاجات دي اللي بتشوي، هي ريش النعام كمان اجمل والذ من الريش الضاني والماعز. اه يعني هل فعلا لحمه النعام كويسه في الشوي؟ جميله يعني ما شاء الله. الله اكبر. اه والله في الشوي جميله ما شاء الله. اه طبيعي. اه طب الناس اللي جت خدت من عندك مره قبل كده يا عم كريم وقالوا لك يعني جم بعد كده قالوا لك ايه على لحمه النعام او تفاصيلها ايه؟ كل اللي جه خد لحمه نعام مره واثنين وثلاثه بيجي تاني وثالث ورابع وبيجيب اصحابه. ان ما شاء الله هي مقارنة بلحم الجاموسي والبقري هي يعتبر الوقت بنفس السعر ويمكن اقل. ان انت بتخش عند محل اللي هو بتاع الجزار الجزارة بيدي لك اساسي 100 جرام دهن في الميزانة، غير ان هو ممكن تلاقي الميزان بتاعه مش مظبوط. لا انت هنا هتاخد الكيلو 1000 جرام بالظبط، مفيش لا دهن ولا جلد ولا شغط ولا اي حاجة. لحم احمر، لحم احمر مشفي زي ما حضرتك شايف.
طب كمان يا كريم، يعني الموضوع اللهم صل على النبي، موضوع صلى الله عليه وسلم تربية النعام نفسها، يعني انت بتربي النعام في عندك مزرعة خاصة؟ النعام عندنا في مزرعتنا. ليك مزرعة خاصة ليك؟ ان شاء الله. انت قلت لي بتنزل كل يوم جمعة بس؟ كل يوم جمعة. جمعة فقط. كمان قلت لي يعني كوارع النعام كمان بتتباع. كوارع النعام جميلة في أكلها كمان. فيها نسبة جيلاتين عالية. تمام. يمكن أحلى من كوارع الجمل، يعني الناس اللي هي بتتعود على كوارع الجمل دي في الأكل كمان ألذ. أحسن من كوارع الجمل. الفوائد بقى بتاعتها للمتجوزين. يا يعني عايزين بقى فوائدها للمتجوزين، بتخلي العجوزة تبقى صبية والمصرية أجنبية. يعني فوائد لحم النعام بقى كريم. فوائد لحم النعام بقى إن احنا بكرة الوقفة هتخلي الناس كلها في الخير واقفة. ايوه كده، يعني فوائد كتيره الحقيقه. اللحم النعام مشاهدينا الكرام، مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان، زي ما حضراتكم شايفين يعني طبعا ما زلنا موجودين من سوق الجمعه عند كريم الجبلاوي، ويعني بنرصد لحضراتكم لحمه النعام يعني ممكن تجيبوها كده في العيد، وحاجه جديده وحاجه مختلفه، والسعر بنفس سعر اللحمه العاديه. هنا موجود في سوق الجمعه. مكانك فين بالظبط يا جبلاوي؟ سوق الجمعه امام مسجد الرحمن الرحيم ومطعم زلومه. كل يوم جمعه انت؟ كل يوم جمعه. موجودين ان شاء الله الرحمن. بشكرك جدا يا جبلاوي. لو عايز تقول حاجه اخيره كده للسنه حبيبي، كل سنه وانتم طيبين وربنا يبارك فيكم يا رب العالمين. انت نورتنا يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. أنا أعزائي المشاهدين، مشاهدي أبو كبير ميديا في كل مكان، دي كانت تغطيتنا مع حضراتكم من سوق الجمعة عند كريم الجبلاوي، يعني بائع لحمة النعام، وعرفنا تفاصيلها وأسعارها. وكان معكم محمد شلتوت، وشكرا لحضراتكم على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.